ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، وهو متعلق بالوضع الأمني في العراق. حدثت مشادة كلامية بين صاحب محل خياطة وطلاب في الأقسام الداخلية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين. تطور هذا الموضوع إلى حدوث مشاجرة كبيرة بعد أن هدد الطلبة الوافدون صاحب المحل بميليشيا سرايا السلام، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب. فنشاهد. جماعة الضابط، لا والله جماعة الضابط.